أول ما ابتدى أخ قتل غدر أخوه وعاش بجنون في جوف ليلة والظنون 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 إنسان يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان صفك وينصرك ويكون لك أو لا يكون إنسان
ما خلق غير وجهك في عيني يا نور عيني، سبحان ربي الخلاق. اليوم لازم احسم موضوع البيت معه. هذه فوضى وانا ما احبها. اللي يريد يعيش في هذا البيت لازم يلتزم، وانت يا راشد اريدك تساعدني في هذه النقطة. انت عليك بأولادك وانا بأولادي. مالك ساكت؟ اعتقد اني جالس اكلمك. اسمعك يا زايد، بس انا تعبان شوية. ماما وصليني بسرعه، انا ما اريد اتاخر، وصلي المدرسه بسرعه. ماما انا الاول، ماما انا الاول. لا انا الاول. جلسه رايكم؟ انا اكلتهم يا ابوي، تعرف عندهم مدارس وانا مستعجله، عندي مراقبه، هذه الأيام كلها اختبارات. زين بس خلاص، وين زوجك؟ ولا بعد من خمد؟ هو البارحة تأخر. سهران كالعادة مع أموره، ما كذاك؟ خبريه إنه هذا الحال ما يعجبني، وإذا ما غير طريقته أنا لي تصرف ثاني معاه. إحنا بنروح، أنا أذنكم. يلا حبايبي. الحمد لله. صباح الخير يا وائل. صباح الخير يا راشد. ما اكذب عليها، ما صحت؟ لا صاحية، بس مثل ما تعرف ما تحب تاكل من وقت. الحمد لله رب العالمين. راشد،
لو سمحت أريد أتكلم معك. لا تتحرك من الشركة لحد ما أوصل يا أبو الفضل، سمعتني؟ أسمعك، لكن أنا ذاتي عندي شغل يا أبو قيصر. أجل كل شيء عندك لحد ما أوصل، سمعت؟ حاضر، كلامك أوامر، تقول وتأمر. كلم مدير الحسابات يسحب 10,000 ريال وجيبهن مكتبي، أنا بوصل بعد دقائق. أنا ممكن أحرر شيك ويكون جاهز توقيعك. لا شيكات لا، أنت تعرف رأيي، أريد المبلغ نقدا. بتصل في قيصر أشوفه وين واصلين هو وأمه، على اليومين هذه المخلوقة بغي تسافر. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة قيصر. سبق وحذرتك يا راشد. لو كنت صاحب الرأي كان ما سكت. أخوك زايد هو زايد يتحكم فيك كيف ما يريد، وما كأنك الأكبر، أي شيء يريد توافق عليه وتقنعنا إحنا إن إحنا نوافق. إيش داعي لهذا الكلام؟ قل لي يا راشد. كم بعتوا للحين من الأراضي ومصنع الصابون والأراضي اللي في بسقط، والحين جاء الدور على البيت اللي كلنا عايشين فيه؟ اصحى يا راشد، إذا أنت ما تكلمت من يتكلم قدام زايد؟ كلكم تكلموني بنفس اللهجة، حتى أنت يا وعد نسيت إن أنا أخوك الكبير، تكلميني وكأني أنا المتصرف. لا يا وعد، هو المتصرف في كل الأموال والشركة اللي بيننا. نسيت الوكالة، الوكالة اللي عنده وانت وقعتي عليها. ما توقعت يوصل لهذه المواصيل، جالس تتكلم عن الشركة وكأننا نعرف عنها أي شيء. سنين وأنا ما شفت من زايد أي شيء، ولولا محل العطور كنت بمد يديني وبطلب. وانت يا راشد ايش اخذت منه؟ سفرتين لعلاج الكلى وبعد فاشلات. يا ترى قدرت تطلب منه يسفرك مرة ثالثة؟ طبعا لا. لأنك ضعيف الشخصية قدامه، أو الصحيح أنك تخاف منه. أنا ما أستحمل كلامك هذا يا وعد. هالمرة أنا أقول كلام وردي على بيع البيت إنكم تنسوا هذه السالفة. المرة الثانية بشتكي عليكم. ما أقدر. شو طلبك؟ المجمع عبارة عن 3 أدوار، في كل دور 4 شقق. كل شقة عبارة عن 3 غرف وصالتين ومجلس ودورتين. ما هي هالخريطة اللي كلمتني عنها؟ بالضبط. اللي قلت لي إنه عند المساحة الفاضية تكون أكبر 3 طوابق. بالضبط هو هذا، والمساحة الفاضية الكبيرة هنا تكون لمسجد. لحظة شو لحظة. خير يا ماجد، إيش عندك؟ أبونا يا شداد تعبان وقبنا المستشفى. أوه والله ما عنديش سالفة، ترى أبونا بين اليوم واليومين طاح في المستشفى الله يهديه. إيش الجديد يعني؟ أقول لك تعبان كثير وأنا لوحدي خايفة. الله يخليك تعال، يمكن يحتاج شيء.
ايش بيحتاج يعني؟ هناك المستشفى بيقوموا باللازم، لا تخافي عليه ولا اقولش. كلمي رضية. اسمعني محفوظ، انا افضل انه نأجر هذا المجمع لجهة واحدة، ويا ريت يا ريت لو تكون جهة حكومية. ان شاء الله طبعا. وايش ما كتبت، وايش كتبت في الاختبار؟ ايش ما غششتيني؟ انا هذا السؤال نسيت احله. يا مجدة يا حبيبتي، انت اهدي وما تخافي. ابوي تعبان يا رضية وانا لوحدي هنا. صدقيني يا ماجدة، أنا من أخلص شغلي بكون معك على طول. حتى أنت يا رضية، وكأن الشغل أهم. هذا أبوي، عمك. إذا أبوي صار له شيء والله ما بسامحكم. يا حبيبتي، أنت عارفة الأيام هذه كلها اختبارات، وأنا ما أقدر أطلع. سمعيني ماجدة، اتصلي بعمتك وعد وخبريها بكل شيء. خلاص خلاص، لا تقولي لي اتصل من. كلكم ما فيكم خير. يكون في علمك انه عمتك وعد هي السبب في طيحته هذه المره. زين سمعيني ماجدة. طيب انا شو اسوي الحين؟ يعني يا شداد ما تقدر تودر اللي بايدك عشان ابوك؟ اتصل بابوي، لازم حد يكون معاها. استاذ رقية أنا آسفة بس أعتقد في أولويات يا أستاذة. أنا أدرى بالأولويات وقائمة عليها، وأرجو أن الخلافات الشخصية ما تأثر في تقييمك لمستوى أدائي. أنت ليش ما تتقبلي أي ملاحظة مني؟ أنا ما أعترض على ملاحظاتك، بس ما يصير أقل تصرف مني عليه ملاحظة. رضية بنت زايد، لا تنسي أنا من. أستاذة رقية أخت عبد السلام حبيب، أنا ما نسيت. تتأكدي عن إذنك بشوف شغلي. باقي من الوقت نصف ساعة. يعني ايش تريدين اسوي لعمك راشد؟ اروح اقعد بداله في المستشفى؟ خلاص انا بتصرف، انت قابله شغلك، مع السلامه. والله من كثر ما يطيح هذه الطيحات بديت اشك انه يمثل هالمخلوق. ما بالضروري يمثل، طول الله عمرك. انت ما حد كلمك. سكت. طيب تأمرني بحاجة تانية قبل ما انطلق؟ مكوك فضائي تنطلق. حد قال لك انه مخلينك محامي علشان اتباهى فيك؟ والله انا ذاتي ما سمعت احد قال لي الكلام ده. اذا ليش هذه الشركة بالذات تماطل في السداد اللي عليها وانت فاكك مك؟ عفوا. اسمعني، اريدك تجمع لي كل الشيكات المتأخرة اللي عليهم وتطالبهم بالسداد وبدون اي تاخير. عفوا عم زايد، صاحب الشركه دي اظن يعني انه صديقك الحميم وشمجك سابقا. الحاج عبد السلام بن حبيب اخو رقيه.
قلت شنو؟ قلت هو ولا غيره؟ صديق الحميم في المزرعة، في البيت، في سهراتنا الخاصة. الحين هو أمامي عميل، وأريدك تتصرف معاه كأي عميل آخر. كلامي واضح ولا أعيد؟ والله في الإعادة إفادة، لكن ما في داعي تعيد. أنا بس قلت شمج سابق. أستأذنك. لا عموما لا تستعجل، شوف لي اسباب التاخير في السداد وخبرنا. ان شاء الله. انسان يا ترى ايش اللي صار عندك يا الحاج؟ السلام عليكم أخوي الحاج. وعليكم السلام. في أخبار جديدة؟ ما يخفى عليك المطالبات بدت تزيد. أنا ما أعرف هذا للناس إيش صار لهم، وكأن الواحد طاير من البلد. أنت ليش تقول هذا الكلام؟ الناس من حقها إنها تطالب حقوقها، يعني ما فيها شك. يعني لو الواحد منهم مر بنفس الظروف ما كنت مهلته؟ لولا انك اخوي لقلت ان وراء هذا الملق شيء. انا اتملق؟ حشا، والحشا عن 100 يمين. بس انا مستغرب، مؤسستك ياما وقفت جنبهم وساعدتهم و انت ليش ما تختصر السالفه وتقول اللي في راسك احسن؟ اللي في راسي سؤال واحد، يا ترى لو كنت بعدك في منصبك في الوزاره كان اتعامله معك بنفس الطريقه؟ يا محفوظ، ما كل جمل طاح كثرة سكاكينه. لكل إنسان مقام، والشاطر اللي يخلي مقامه محفوظ وثابت حتى لو بين للناس عكس ذلك. فهمت؟ زين إنك شرفت. ليش كل هالتأخير؟ من نص ساعة واصرين أنا وأمي من السفر، وصلت هالبيت بعدين مثل ما خبرتني رحت البنك و سحبت المبلغ. مالك؟ تكلم. طبعا، تفضل. خذ، روح ادفعها المقدم سنة للمكتب العقاري اللي كنا معاه الأسبوع الماضي. حاضر. وقع عقد الأجار باسمك. باسمي أنا؟ لا، باسم أمك نعيمة. طبعاً باسمك. حاضر حاضر، تحت أمرك. ومن تخلص تروح المستشفى، عمك راجل تعب ما حد معاه غير ماجدة. ماجدة؟ ماجدة مريضة؟ قلت لك عمك راشد هو اللي تعبان. خلاص على طول امر المستشفى وبعدين. لا، اول شيء تخلص الموضوع اللي كلفتك فيه وتتصل فيني انه تم ان شاء الله، وبعدين تروح المستشفى. تحرك. أكيد بتتحرك، ترى عينك على ماجدة. ليش تريد هذه بعد؟ أيوة نعيمة، خير؟ بس بغيت أطمنك إنه وصلنا. عارف، خبرني والدك الحبوب. والحين ما لها وعد على راشد؟ سأليها لما تشوفيها. هو أنا وين أشوفها؟ مسوية عمرها صاحبة أعمال. وبعدين
أنا ما فاضي سوالفك، يلا مع السلامة. كلهم جبابرة في ذي العيلة، والحين كل واحد طايح في الثاني. بس مستغربة ليش وعد تنازعت مع راشد مع إنها تحاتيه طول الوقت. لا أنا ما برتاح حتى أعرفه بسرعة. حالته مستقرة الحين. إلى متى بتظل في هذه الحالة يا أبوي؟ معقولة ما قادرين نسوي لك أي شيء؟ أنا وصلت لمحل وعد. طيب ليش كل شوي تتصلي؟ أنا ما فاضل لك. قلت أخبرك. ما كافنك عطورات اللي عندك يعني؟ مكفياتني وزيادة، بس بالعمد جاية. إيه، من زود المودة اللي بينكم تزوريها. المودة موجودة والمعزة موجودة، بس أنا حبيت أخبرك، وأنت ليش متضايق؟ لأني مليت من مكالماتك كل شوية. والله سكر بوجهي. ياه أنا بنزل. حول ولا قوة إلا بالله. عفوا واسفا لمقاطعتك. خير هند، ايش في؟ عفوا بس انت زعلانه مني الحين؟ انت تاركه شغلك عشان تساليني هالسؤال؟ لا طبعا، بس حسيت انك اول ما دخلتي الصباح زعلانه و تطمني ما في شيء. طيب العمه نعيمه في المحل وحابة تشوفك. نعيمة؟ أظن أنها زوجة أبو قيصر و... هند روحي شغلك وخبري زميلتك ثريا تجهز لي اللي طلبت منها أول ما دخلت. إن شاء الله. هند. نعم. طبعا أنت عارفة رايي في شكلك ومكياجك، ومع هذا أنت مصرة. أنا هند من بكرة تخففي المكياج اللي في وجهك.
حاضر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حالة هذه؟ تريدنا على كيفها؟ ما تريدنا نكون بمظهر زين وكأنها تغار؟ إذا هي فاتها القطار إحنا إيش ذمنا؟ ما له داعي هذا الكلام يا هند. ترى العمة وعد إنسانة طيبة وحنونة، بس أنتي ما فهمتنها. خليها تفهم نفسها بالأول، هذه وهي عندها أحسن محلات العطور. تقول لي بدلي مكياجش من بكرة؟ سكتي سكتي العمة وعد بالصوت. بسكت، بس أنا لازم أشوف لي مكان ثاني أشتغل فيه. الحمد ربك إن نحن هنا ونحصل رواتب زينة. آخ بس لو تعرفي أنا في إيش أفكر. روحي قبل شغلك العمة ما حد قادر علينا. قبل شوية كنت أكلم أخوك زايد، قلت له محتاجة شوية بخور وعطور، قال لي روحي أنوعك في المحل واخذيهم. زين منا بعد، ولو إن كلامك كله من نية. على العموم إذا ما عجبك شيء في محلي عندك المحلات الثانية. إيش هالكلام هذا يا وعد؟ الله يهديك. أنا لو ما فوت ونفعت أخت زوجي أنفع من؟ وبعدين أنا توني راجعة من سفرتي، قلت أجي المحل وأشوف آخر العطور الواصلة. ممكن تطلبي أي شيء من البنات. تفضلي نعيمة، أنا مشغولة ما فاضية. أقول وعد، عرفتي إن راشد تعب ونقلوه المستشفى؟ أريدك تطمني يا مالك، العم راشد بخير مثل ما قلت لك، استقرت حالته الحين الحمد لله. شكرا دكتور نواف على اهتمامك الدائم بابوي. انت تعرفي زين ان اللهجه الرسميه ما تعجبني منك، سبق وقلت لك هذه الملاحظه. انت صيدلانيه وانا طبيب في هذا المستشفى، يعني زملاء مهنه، والعنايه في ابوك وغيره والدي وشغلي، واضح؟ ما علي دكتور، انا اسفه. طيب وحالة الأغمال اللي عنده إيش سببها؟ ارتفاع حاد في السكر، من المحتمل إنه كان منفعل. اللي أريده منك الحين تروح البيت ترتاحي وتجي بكرة. صدقيني يا ماجدة، هنا ما راح ينقص شيء. انزل بس أدخل أطمن عليه وبعدين بروح البيت. طيب، لكن لا تكثر عليه بالكلام. بعد إذنك. ماجدة، انت بخير ماجدة؟ اقصد عمي راشد بخير؟ تعرفي انا اول ما سمعت بالخبر وانا خيفان عليش، اقصد حاتش كيف تتصرفي؟ الظاهر انه ابوك مشغول علشان كذا رسلك انت. خليه يطمن، نحن ما محتاجين شيء. ارجوش يا ماجدة لا تظلميني، انا غير وابوي غير. انا كل يوم اكتشف فيكم انكم اصحاب مصالح، والموضوع اللي ما في مصلحة إلكم ما مهم. زين خبريني كيف صحة عمي راشد الحين؟ أحسن لي ألحق على المكتب العقاري. الحمد لله سلامتكم أستاذ. ايه راجعين من السفر احنا. كمل شغلك يا خليل، واذا عندك اخبار هات. استاذ في كمين طلب عن اراضي المعبيله. إيه لا لا هذا لك خليه، انه لا تستعجل روح كمل شغلك. اراضي الحدائق سلام شداد، سبق وخبرتك ان ما نبيع. اذا معروضين للبيع فبين باعوا. انت تعرف الظروف اللي يمر فيها اخوي الحاج. الأكيد هو أدرى بظروفه أكثر مني ومنك. الأكيد أنك أنت ما تعرف، أخوي الحاج طلع من الوزارة. هذا معناه أنه تفرغ لتجارته يا ذكي. اللي مثل أخوك الحاج حاسب حساب الوضع اللي هو فيه. تصدقني ما عرض هذا الأراضي للبيع غير لسبب،
ترى يريد يسدد المتأخرات اللي عليه المؤسسات. المشكلة انك بعدك ما فهمت. زين فهم، ترى انا شركة في المكتب. تذكر من طلب منك تكون شريك معي؟ هو. وهو بعد اعطاك راس المال. عارف عارف. هذا الكلام ايام ما كان عمك زايد متزوج اخت القي. طيب بعد ما انفصلوا طلب منك انك تفضي الشراكة معي؟ حشا، والحشا عن ميت يمين. هذه هي سياسة الحاج عبد السلام، يخطط لبعيد، يحط لنفسه خط عودة علشان يتواصل مع الناس حتى لو كان على خلاف معهم. فهمت؟ شهادة لله ما فهمت. ايوه عمي زايد. نعم اسمعك. هي سمعت. طيب ان شاء الله نتلاقى هناك. مع السلامة. ثريا، ما اتوقع انها بترجع اليوم. خلاص انا بروح البيت. حرام عليك يا هند، شوفي كم باقي من الوقت. انا مليت يا ثريا، احنا نداوم اكثر من 8 ساعات والراتب يا دوب يمشي الحال. لا وبعد ما عاد منها. سمع يا هند، انا دايما اخفي عليها سالفة انك ما تكمل الدوام، بس صدقيني هي وكأنها عارفة ومع هذا ما تيجي تكلمك. خلصتي كلامك؟ طيب أنا رايحة، وتقولي لها ما تقولي لها براحتك. قدي كيف صحتك اليوم؟ جبتي لي معاك الغليون؟ صحتك يا جدي، صارت كل يوم في النازل. اريد احتاطي حامي. انزين خذيت الدواء؟ اظن اني نسيته. رحمه متى بتوصليني فهود؟ انا هند مو رحمه. وبعدين ايش تريد تسوي فهود؟ هي العشره يا هند. اريد اشرف على رباعتي اللي كانوا يشتغلوا معي في شركة النفط، سالمي وولد مدحو وولد شنين وود وود وود. بسكم لعب يا أولاد بسكم. الله يعطيك العافية يا بنتي، الله يعطيك العافية. أمي أنا ما قادرة أتحمل هذه البهدلة والمهانة. ما علي يا بنتي استحملي، على الأقل راتبك يساعد راتب أبوك المرحوم. يعني ذنبي انه انا الكبيره اتحمل كل هذا؟ واحنا مننا يا بنتي غيرك، انا واخوانك وجدك ما عندنا حد غيرك. وانت استحملي والله بيفرقها قريب. ما قادره يا امي، احس نفسي اني انا صايره عجوز، وبعدين الفلوس تطير كانها فلوس حرام. الله العالم يا بنتي، اني ما عدت قادره على الشغل مثل الاول. ولا لو ودي ودي كان ما خليك المحتاجات حال حد وخليك المعززات مكرمات. بس ما علي يا بنتي، انا باكر بصير عند اولاد عمومتك اتشي منهم، يمكن يساعدونه ويعطونا شيء. لا تروحي ولا عندش خبر، حق ابوي يكون ساعور في كبادهم. عذريني يا امي لاني ما عندي حد غيرش اشتكي له. ما علي يا بنتي استحملي. صدقي يا امي قدي بعد ما نسى سالفه الغليون. صار له 10 سنين ما باقه وبعدين يتذكره. لا ولا سالفة رباعته إلا الله أعلم إذا كانوا عايشين ولا ميتين. هي هي يا بنتي، قدك عايش على ذكريات الأمس ولا كان زمانه ما في أكرم منه على الناس. وهذين الناس اللي ساعدهم الحين ولا واحد فيهم ساعده بشيء. هذه هي الحياة، اللهم نفسي نفسي. أقول إيش أخبار عمتك وعد الله يحفظها؟ أمي أرجوش لا تذكريني فيها، طفرتني في حياتي.
صحيح، ايش سوت رحمة في الاختبارات؟ ايش سوت هذه المنحوسة بعد؟